طيب هنا هتكلم عن رسمة ساندي. في البداية مرحلة التخطيط، المرحلة الأولى أنا بحب أقول عنها بشكل عام، يعني في البداية بضع من مخيلتي يعني خط عمودي وخط أفقي يوضح يعني شكل وتجسيد الجسم بشكل عام حتى تساعدني على الرسم. بعدها في مرحلة التلوين للبشرة والملابس والخلفية والشعر، يعني مجرد يعني ألوان للتأسيس ولتوضيح الملامح ولأني يعني أموضع يعني كل شيء موجود في الرسمة حتى يكون في وضوح أكتر في المراحل القادمة. بعدها هنا بزيد ألوان على البشرة، يعني بوضح أكتر، بشتغل على الخلفية، بشتغل على الضوء والظل في البشرة. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة العظيمة، مرحلة التعمق، مرحلة الاستغراق، المرحلة اللي بنسى فيها كل شيء وبندمج تماما مع الرسمة. يعني أنا بحب المرحلة دي أعطيها كوصمة عامة، يعني أسميها متعة، أنا فقط بستمتع. كل شيء بيحصل تلقائيا، من اختيار الألوان، من ضربات للفرشة، من كل شيء بيحصل تلقائيا، وأنا بكون في حالة من المتعة تماما. أنا بحس أنه بنتقل من حالة الفعل لحالة الكيان الخالدة، حالة عظيمة، حالة سامية، حالة فيها كل شيء بيحصل تلقائيا، أنا فقط مستمتع وبس. أتمنى أنك إذا حبيت الشرح المبسط يعني أنك تشارك الفيديو. شكرا.